يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. كالعادة عندنا أخبار كتير جدا متنوعة بالتحديد على مختلف الأصعدة، سواء محليا عالميا. وقبل كل ده، كل جديد يخص ويتعلق به نادينا الحبيب النادي الأهلي وآخر أخباره وتفاصيله وكواليسه كمان في مختلف الأمور داخل القلعة الحمراء، سواء على الصعيد الإداري أو حتى على الصعيد الرياضي، وبالتحديد الفريق الأول لكرة القدم في إطار استعداداته للموسم الجديد الهام جدا والمليء بالتحديات. فبالتالي هنرصد لحضراتكم كل كبيرة وصغيرة تتعلق بهذه الاستعدادات، ونطمن حضراتكم دايما على فرقتنا اللي إن شاء الله بإذن الله عندنا ثقة كبيرة جدا فيهم إن هم يرجعوا الألقاب اللي متعود عليها دايما جمهور النادي الأهلي من خلال الموسم الجديد. لكن الأهم دايما تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة اليوم، وتقدروا تتفاعلوا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام. السؤال: تتوقع مين يكون المهاجم الأساسي للأهلي في الموسم الجديد؟ هننتظر تفاعلكم معنا وناخد كالعادة آراء حضراتكم وتوقعاتكم في الجزء الأخير من الحلقة كما هو المعتاد. لكن في البداية دايما أهم وأبرز العناوين، تعالوا نشوف. في ترند الأهلي: القيعي رئيسا لشركة الكرة بالأهلي. وكمان: الفريق واصل تدريباته استعدادا للموسم الجديد. أما في الترند المحلي: رسميا إعلان القائمة الدولية للحكام. أخبار كتير وعناوين مهمة، لكن التفاصيل أكيد هتكون أهم بعد الفاصل، استنونا. أهلا بحضراتكم مرة تانية. أخبار كتير جدا مهمة بتخص النادي الأهلي بالتحديد، قبل ما أتكلم كمان على الفريق الأول لكرة القدم. النهاردة خبر مهم تم الإعلان عنه من حوالي ساعة ونص قبل دلوقتي بشكل رسمي، وهو بيتعلق بشركة الأهلي لكرة القدم، وبالتحديد بعد اجتماع الجمعية العمومية للشركة. اجتماع كان صباح اليوم، واللي أسفر عنه الإعلان عن رئيس شركة الأهلي لكرة القدم الجديد، وهو المهندس عدلي القيعي، القيمة والقامة الكبيرة جدا جدا في تاريخ النادي الأهلي، وعضوية كل من طبعا أكيد الأستاذ خالد عبد القادر رئيس شركة مايكروسوفت العالمية في الفترة ما بين 2011 حتى 2020، والمهندس أحمد حسام عوض أحد الكوادر الشابة بالنادي، واللي حاصل على العديد من الشهادات العلمية والرياضية من الأكاديميات والأندية الأوروبية في مختلف المجالات. فبالتالي قرارات كانت مهمة، وأسماء يعني غنية عن التعريف ومعروف جدا مدى قيمتها، وبتحديد كمان المهندس عدلي القيعي اللي تقلد عدد كبير جدا من المناصب داخل القلعة الحمراء على مدار عدد كبير قوي من السنوات ما شاء الله، كعضوا بمجلس الإدارة في السابق، وكمان كمديرا تنفيذيا أو كمشرف على النشاط الرياضي، أو حتى كمسؤول عن ملف التعاقدات، أو حتى مديرا كمان للتسويق والاستثمار. فبالتالي يعني مشوار كبير جدا المهندس عدلي قيعي، واخيرا منصب مهم قوي، وهو منصب فيه تحديات عظيمه جدا جدا للمهندس عدلي القيعي، وايضا للاستاذ خالد عبد القادر، وايضا المهندس حسام عوض، وهو رئاسه وعضويه شركه الاهلي لكره القدم. ان شاء الله نتمنى لهم يا رب كل التوفيق، وعندنا ثقه كبيره جدا فيهم طبعا، لان هم لو بتكلم على صعيد العضويه فكوادر مهمه جدا، لو بتكلم على صعيد الرئاسه فبتكلم على قيمه كبيره قوي قوي ليها تاريخ كبير جوه النادي الاهلي، وهو المهندس عدلي القيعي. بتمنى له كل التوفيق، وهو طبعا بنتشرف بزمالته هنا في قناه النادي الاهلي، وبرده ده دور مهم بالنسبه له في تاريخه المهني بالتحديد والاعلامي، ويعني كلامه والحديث الدائم من خلال برنامج ملك وكتابه عن النادي الأهلي ودفاعه عن النادي في كل الأمور اللي ممكن تكون بتثار على الساحة الرياضية، وأستاذ أكيد بنتعلم منه في الجانب الإعلامي. نتمنى له التوفيق، ببارك لهم طبعا، وبتمنى لهم إن شاء الله يكونوا موفقين في هذه المهمة الصعبة والتحدي المهم قوي قوي اللي أكيد كل جمهور النادي الأهلي هيتابعه خلال الفترة الجاية في مختلف الملفات اللي بتخص كرة القدم في النادي الأهلي من خلال الشركة بالتحديد. ده بخصوص هذا الخبر الهام. طيب، خليني بالتحديد أتكلم بقى عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وأخبار التدريب. بعد الماتش الودي امبارح، الأهلي كان عنده تاني مباراة ودية بالأمس أمام فريق أسوان، مباراة كانت مهمة اتلعبت على استاد الأهلي والسلام،
واكيد كانت مفيده جدا لكولر المدير الفني الجديد للنادي الاهلي في تاني تجاربه الوديه قبل المباراه الرسميه اللي هتكون مع الاتحاد المنستيري في ذهاب دور ال 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا، واللي ان شاء الله الاهلي يكون موفق فيها بشكل كبير جدا. خلصت المباراه امبارح بفوز النادي الاهلي بنتيجه 2-1، احرز اهداف النادي الاهلي طاهر محمد طاهر وحسام حسن. بمناسبه حسام حسن، واضح ان هو من اللعيبه اللي محتاجه تعامل نفسي بشكل معين، وتقريبا كده تقريبا كده التعامل النفسي اللي هو مستنيه لقاه من خلال كولر، ما كانش موجود خالص بصراحه مع موسيماني التعامل ده او الجانب النفسي ده بالتحديد مع حسام حسن. لكن واضح ان المدرب الجديد بصراحه في الجوانب النفسيه شاطر فيها قوي، مش مع حسام حسن بس، لا مع الفرقه كلها، لان بنشوف حماس كبير جدا، بنشوف يعني دوافع كبيره قوي قوي بالنسبه للاعبين، في نظام كمان مبهر في التدريبات، وامور عديده ان شاء الله باذن الله بتبشر بكل خير في الموسم الجديد يعني. فحسام حسن بيتألق المباراه الثانيه على التوالي على المستوى الودي، طبعا الودي غير الرسمي، لكن انت تجيب جونين في ماتشين سواء قدام بتروجيت او حتى قدام اسوان امبارح، فده بيديك ثقه كبيره قوي قبل بدايه موسم مهم بالنسبه للفريق. طاهر كمان بيجيب فاول جون من يعني من فاول حلو قوي، فبالتالي انتصار مهم. لسه المباراه الاخيره هي اللي هتكون اهم بالتحديد في الاطار الودي قدام طلائع الجيش يوم الخميس اللي جاي، عشان تختم استعداداتك بهذه المباراه للمواجهه الابرز والبدايه والانطلاقه اللي ان شاء الله تكون مناسبه جدا للنادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا، سعيا نحو عوده هذا اللقب لدولاب بطولات النادي الاهلي اللي غاب موسم واحد بس السنه اللي فاتت. بالتالي النهارده يعني الفريق واصل تدريباته بشكل سريع، وكمان في المران الصباحي بالتحديد، وهو المران الوحيد للنادي الاهلي النهارده كان في مقر النادي بمدينه نصر. هنا السؤال، الناس هتقول لك يا جماعه هو ليه الراجل راح يمرن الفرقه في ملاعب الاهلي في مدينه نصر؟ بمنتهى البساطه، عشان برضو هتلاقوا اصوات كتير جدا بتقول لك اصل الراجل مش عاجبه استاد مختار التتش، والكلام ده مش حقيقي، وكل يوم بنقعد نقول القصه دي، بس تلاقي ايه الناس بتحاول تمسك في الموضوع ده وتخلق يعني ايه نوع من انواع الجدل شويه، وده احنا متعودين عليه. لكن دورنا ان احنا نرد بمنتهى الصراحه والوضوح، وبنتكلم في الحقيقه، مفيش اي مشكله بالنسبه لكولر مع استاد مختار التتش اطلاقا. هتقولي طب هم ليه راحوا يتمرنوا في مدينه نصر؟ هقول لك ده مش اول مران للاهلي في مدينه نصر. امبارح الصبح كان في برضه تدريب خفيف كده قبل ماتش الودي اللي كان الساعه 4، وكانوا هناك في مدينه نصر. طب ليه في مدينه نصر؟ لان فندق الاقامه اتغير بقى في التجمع الخامس بالتحديد، من غير ما نقول اسم الفندق. فالتجمع الخامس ليه رحنا التجمع الخامس؟ عشان قريب من استاد الاهلي والسلام اللي عليه المباريات الوديه، فبالتالي اقرب ملعب بخصوص التدريبات بالنسبه للفندق اللي الاهلي راح له دلوقتي وبيكون فيه معسكره المغلق في التجمع هو ملعب الاهلي في مدينه نصر. بمنتهى البساطه، مفيش حاجه غير كده، عشان محدش يحاول يقول لك اصل ما عجبوش ايه وعجبه ايه وكلام من ده. وده طبعا عشان يعني توفير للمجهود وما يبقاش فيه اجهاد وانت رايح في الطريق من التجمع للجزيره والزحمه وكلام من ده. قال لك لا، طب ما احنا عندنا الملعب بتاعنا في النادي بتاعنا الفرع الثاني في مدينه نصر، والملعب عجب الراجل جدا امبارح برضه نفس زي ما عجبه استاد مختار التتش، وعشان كده خد قرار ان هو يتمرن عليه. وهيرجعوا تاني بعد كده على فكره استاد مختار التتش، ده طبيعي، بس هي الفتره دي بالتحديد يعني فور انتهاء المعسكر اللي هيخلص يوم الخميس اللي جاي بمباراه طلائع الجيش، هيبقى في راحه يوم الجمعه، يوم السبت الاهلي يستأنف تدريباته على استاد مختار التتش، بس كده عشان الدنيا تبقى واضحه. فبالتالي التدريبات كانت مهمه زي ما حضراتكم شايفين كده اللقطات، تدريبات فيها بعض الجوانب البدنيه والفنيه والخططيه، ويمكن تم تقسيم الفريق لمجموعتين، مجموعه كانت ليها تدريبات يعني معينه في الجانب البدني، ومجموعه اخرى كانت ليها تدريبات بالجري حول الملعب كنوع من انواع الاستشفاء بعد المباراه الوديه بالامس. الامور ماشيه بشكل كويس. النهارده كمان كان في محاضره من كولر، محاضره نظريه اتكلم فيها عن بعض الجوانب الفنيه، ممكن يكون عنده بعض الملاحظات مثلا عن المباراه الوديه امبارح. في نفس الوقت هو اكيد اتفرج بشكل كبير على فريق محترم وقوي جدا، فريق اتحاد المنستيري، فاول باول كده بيتكلم عن هذه المباراه من خلال هذه المحاضرات. المباراه اللي هتتلعب طبعا يوم 9 اكتوبر المقبل في ذهاب دور 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا. الامور ماشيه بشكل جيد للغايه ومبشر جدا. الاهم دايما بالنسبه لنا كجماهير الملعب، المباريات الرسميه ان شاء الله نشوف حاجه تمزجنا، حاجه كده تكون ايه على صعيد الاداء والنتائج. عندنا يعني ثقه كبيره جدا ان احنا هنشوف الاثنين مع بعض، بس مش مجرد اول مباراه، اكيد هتاخد وقت، واحده واحده، مدرب جديد
يبقى ملم بكل الامكانيات بتاعت كل اللاعبين، الصفقات الجديده اللي هتيجي او اللي جت، اي كلام يعني، اي الحاجات المهمه او الكلام المهم جدا اللي بيتعلق بالفرقه الراجل هيكون ملم بيه بشكل كبير قوي قبل المباراه الاولى امام الاتحاد المنستيري، وحتى بعديها ممكن يكون لسه في بعض النواقص مع الوقت، محتاجين شويه صبر وان شاء الله هنشوف فرقتنا بالشكل اللي احنا عايزينه. ده بخصوص ايضا مران الاهلي اليوم. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل لسه عندي اخبار مهمه هنتكلم عنها برضو بخصوص النادي الاهلي، فاستنونا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. في الحقيقه موضوع بوخ قوي، موضوع التصنيف بتاع الاتحاد الافريقي لكره القدم، وليه بطل الدوري ما بيشاركش في دور ال 32 وبيشارك في الدور التمهيدي الاول، والسؤال اللي دايما او الكلام اللي بيقوله دايما بالتحديد مدرب نادي الزمالك فيريرا، مدرب مميز ليه كل الاحترام والتقدير، لكن انا مستغرب يعني الراجل يلعب ماتش مثلا في قاره ثانيه في بطوله مثلا كاس لوسيل، يطلع في المؤتمر الصحفي يقول لك اصل احنا هنلعب الدور التمهيدي واحنا بطل الدوري، يجي يلعب مثلا ماتش محلي هنا يقول لك اصل احنا هنلعب دور التمهيدي وانا برضو بسال يا جماعه مش عارف ايه، يطلع امبارح مثلا بعد ما الزمالك خلص الدور التمهيدي يطلع يقول لك، حتى بعد ما الدور التمهيدي خلص يقول لك احنا ليه بنلعب الدور التمهيدي واحنا بطل الدوري. هي حاجه من الاثنين بصراحه، يعني حاجه من الاثنين، يا اما مفيش حد يفهمه القصه ايه، مع كامل احترامي طبعا ليه، يعني مش بقول حاجه في حقه وحشه، بس هو محتاج حد يفهمه الامور تبقى ماشيه ازاي، يا اما هو حابب يقول كلام اللي بيعجب الجمهور، فلو بيحب يقول كلام اللي بيعجب الجمهور ففي كلام احسن من كده بكتير ممكن يعجب الجمهور، زي مثلا التسعه اكتر من السبعه والسبعه مش عارف اصغر من التسعه والحاجات اللي حضراتكم عارفينها. فلا بمنتهى البساطه، بمنتهى البساطه لو ما فيش حد يفهم المدرب المحترم المميز جدا في الحقيقه فيريرا، المدرب الكبير واصحاب صاحب خبره كبيره جدا في الكوره، يعني لو ما فيش حد يفهمه نقول له طيب، نقول له تاني مفيش مشكله، نخلي بالنا طويل. يا جماعه التصنيف في الاتحاد الافريقي بيكون بناء على نتائج الفرق في اخر خمس سنوات في البطولات الافريقيه، في اخر خمس سنوات في البطولات الافريقيه. الاهلي المركز الثاني في بطوله الدوري باعتبار طبعا الدور الاول لما انتهى، وده اللي اتاخد بيه هذا الموسم، فالاهلي في المركز الثاني بناء عليه اتاهل. طيب بتتحسب بيقول لك ايه، نشوف الفرق، في ست فرق بيتم اعفائهم من دور ال 64 طبقا لنتائجهم في اخر خمس سنين. الاهلي نتائجه ايه في اخر خمس سنين؟ واخد بطوله دوري ابطال افريقيا كم مره؟ وصل النهائي كم مره؟ في اخر خمس سنين الاهلي وصل النهائي اربع مرات. في اخر خمس سنين الاهلي واخد بطوله دوري ابطال افريقيا مرتين. فبالتالي يعني مش من المنطقي ان السؤال يتكرر، لكن هو ممكن يكون منطقي من جانب تاني خالص، اللي هو ممكن ما حدش يكون فاهم فيريرا. فاحنا بنقول تاني وتالت ورابع، الاهلي طبقا لنتائجه في اخر خمس سنين فهو في التصنيف الاول برصيد كام نقطه؟ برصيد 78 نقطه، تمام. في التصنيف الثاني الوداد المغربي 71 نقطه، في التصنيف الثالث الترجي 58 نقطه، في التصنيف الرابع الرجاء 54 نقطه. النقاط دي بناء على الفرق ونتائجها في اخر خمس سنوات في البطولات الافريقيه. التصنيف الخامس نهضة بركان 54 نقطة. التصنيف السادس صن داونز 46 نقطة. التصنيف السابع مازيمبي 43 نقطة. في التصنيف الثامن الزمالك 43 نقطة. فبالتالي هي دي القصة بتبقى ماشية كده. الأمور بتتاخد بالتصنيف آخر خمس سنوات. فده توضيح لمستر فيريرا عشان السؤال ممكن نسمعه في مؤتمر صحفي مقبل، ومن الواضح ان هو ممكن يكون مركز على الجانب العاطفي والجمهور وكلام من ده، وكل واحد ليه طريقته مفيش اي مشكله خالص، لكن احنا دورنا برضو كاعلام بشكل عام ان احنا نوضح الاسباب اللي ادت ان الزمالك يشارك في الدور التمهيدي. بالمناسبه الاهلي قبل كده كان بطل دوري وشارك في الدور التمهيدي، الدور ال 64 حصلت قبل كده ليه؟ لأن الأهلي كانت نتائجه في آخر خمس سنين ساعتها في التوقيت ده ما كانتش مصنفاه في المراكز الأولى، فعشان كده شارك في الدور ال 64 رغم إنه كان بطل الدوري. فالقصة كده أعتقد اتوضح. طيب تعالوا بقى نتكلم في موضوع تاني خالص، وهو قائمة الحكام الدوليين واللي تم الإعلان عنها النهاردة بشكل رسمي من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم. حكام الساحة عارفين طبعا ان كان في لغط كبير جدا بخصوص الحكام الدوليين وبالتحديد حكام الساحه، واكثر تحديدا حكام الفار
وبعدين حكام المساعدين واعتراضات كتيره وكلام من ده. احنا تقريبا في كل سنه بيحصل الكلام ده. انا فاكر الكابتن جهاد جريشه برده كان عنده مشكله قبل ما يعتزل. لكن خلينا نبتدي بحكام الساحه زي ما حضراتكم شايفين كده: ابراهيم نور الدين، محمد عادل، محمود البنا، امين عمر، محمد معروف، احمد الغندور، محمود ناجي، شاهندة المغربي، ونورة سمير. دول الحكام اللي اعتمدوا كحكام دوليين او في القائمه الدوليه. يعني القائمه الدوليه الحكام المساعدون: محمود ابو الرجال، احمد حسام طه، سمير جمال، يوسف البساطي، احمد توفيق طلب، سامي هلهل، هاني عبد الفتاح، يارا عاطف، منى عطله، جمالات احمد، ومي حسن. تمام تمام. حكام الفار: محمود ابو الرجال، طارق مجدي، وائل فرحان، حسام عزب، عمرو عبد الرحيم، ومحمود الدسوقي. انا برضو ممكن يكون عندي ملحوظه حته الكابتن محمود ابو الرجال موجود هنا وهنا. طب خلينا نتكلم اكتر وبشكل يكون اوضح مع الكابتن والحكم الدولي السابق الكبير وخبير التحكيمي كابتن ناصر عباس. يا كابتن ناصر مساء الخير. مساء الخير عليك كابتن امير، ومساء الخير على كل مشاهدينك ومتابعينك الكرام، وبرحب بحضرتك. اهلا بك يا كابتن ناصر، بنتشرف بيك دايما. يعني خليني في البدايه اخد تعليقك على القوائم الدوليه اللي تم الاعلان عنها النهارده، وهل ليك اي ملاحظات ولا لا؟ هتكلم كابتن امير بس اسمح لي هتكلم بشكل عام في الاول. اتفضل. وهقول لك التفاصيل طبعا. التفاصيل بدقه يعني. اتفضل. بشكل عام القائمه الدوليه اللي تم اختيارها 2023 افتقدت لاهم عنصر وهو عنصر التقييم الفني اللي الاتحاد الدولي نشره وبعته للاتحادات الاهليه. تمام. بمعنى الكفاءه الفنيه هي اولا في الترتيب واختيار الحكام. هنا انا بقول اهو، وتحدى مسؤولي لجنه الحكام ان هم يطلعوا لنا تقارير الحكام خلال 12 شهر بالتقارير الفنيه عشان نعرف نقول مين رقم واحد ومين رقم اثنين في القوائم كلها، سواء الحكام او البار او الشاطئيه او الطبقه. ليه ما يطلعهاش ليه طب يا كابتن؟ يعني انا اتحدى، وانا بقول لك اهو اتحدى، لان التقييم الفني اللي تم اختياره هناك مجاملات، ما انا بقول اهوت في اختيار القائمه الدوليه خاصه في قائمه تقنيه الفيديو. تمام. يعني بيبقى المجاملات عن طريق ايه؟ يعني هل مثلا انا لو حكم دولي عايز اكون موجود في، او حكم موجود في يعني الحكام المصريين او من ضمن الحكام المصريين عايز ابقى كحكم دولي موجود في القائمه، هل بتواصل مثلا مع اعضاء اتحاد الكوره، بتواصل مع اعضاء لجنه الحكام، وبناء عليها من خلال علاقاتي وكلام من ده بيتم يعني اقحامي في القائمه الدوليه؟ كابتن امير انا هكلمك بالورقه والقلم وليس كلام مرسل. حلو. تعال نروح لقائمه الفار. تمام. قائمه الفار فيها محمود ابو الرجال، طبعا محمود عاشور تم ابعاده. هناك محمود ابو الرجال موجود رقم واحد. في طارق مجدي موجود، في وائل فرحان رقم ثلاثة اللي هو اتحط مكان محمود عاشور. وحقه بصراحة. نعم؟ حقه بصراحة الكابتن وائل فرحان. هو حق وائل فرحان، أنا مفيش كلام عليه. لما تعالى بقى نتكلم يا كابتن بقى في حسام عزب حجاج، عمرو عبد الرحيم الشناوي، ومحمود الدسوقي. تمام. تم اختيار الثلاثة للأسف، أنا بقول أهو يا ريت اتحاد الكورة يطلع لنا تقييمهم أو تقييم الستة. طيب خد المفاجأة بقى اللي جاية. اتفضل. محمد الصباح يا كابتن هو من اقدم الحكام، وطبقا للبروتوكول لما بنيجي نقول اختيار حكم الفيديو هو حكم يعني يمثل الخبرات. ومحمد الصباح النهارده لما نيجي نحسب هو لعب قد ايه في المواسم السابقه وهذا الموسم، هذا الموسم لعب 17 مباراه للبار، السنه اللي فاتت لعب 19، اللي قبلها لعب 21. تمام. من اقدم الحكام واشطر الحكام هنا مش موجود في قائمه اختيار دي. رغم ان هو ادار كل المباريات دي بناء على انه على المستوى الفني ممكن ده يسمح له ان هو يخوض هذه المباريات وان بيتم تعيينه، فدي معناها ان هو تقييمه الفني. انت قلت اللي انا كنت عاوز اقول. اه. منين حضرتك، منين انت بتعينه تديله مباريات كبيره وبعدين في الاخر ما يتمش اختياره، وبتختار للاسف الشديد حكام لسه صاعدين ما عندهمش الخبرات، على اي اساس؟ مش في لائحه يا كابتن. بسأل سؤال يا كابتن امير. هو انت كمسؤول لجنه الحكام بتطلب من الحكام العداله ازاي؟ وانت اصلا حضرتك ما طبقتش العداله في اختيارات الحكام في القائمه الدوليه. ازاي بطلب من حكم العداله والنهارده الحكم النهارده على سبيل المثال محمد الصباحي، ودي مفاجاه كان موجود في اتحاد الكره. رسمي راح اعترض على الاختيارات.
وتم الرد عليه ان الموضوع بتاعك هيتم بحثه وبكره يبقى في اجتماع. ولو كان هناك حق طبقا للتقارير الفنيه هنبعت تصحيح للقائمه الدوليه. طب ما كان من اول الكلام ده يا كابتن امير. طبعا. حضرتك كمسؤول عندك التقارير الفنيه والراجل ده يعتبر من اكفأ الناس كخبرات من اكفأ الناس اللي لعبت ماتشات، والنهارده انت مش بتحطه ضمن السته اللي انت اخترتهم. وبتختار حكام لاول مره يلعبوا في الفيديو هذا الموسم ما عندهمش خبرات. خلي بالك حتى كمان في قائمه ال 11 واحنا قلنا معيار الاتحاد الدولي هو التقييم فني وليس بالحروف الابجديه يا كابتن امير. صح. النهارده محمود المنا محطوط رقم 3. اذا هنا النهارده شايف النهارده المعايير غير موجوده، اهم معيار هو التقييم الفني مش موجود. اتحدى وانا بقول اهو يا مسؤول لجنه الحكام طلع لي التقرير الفني للحكام كلها وقول لي انت اخترت على ايه. لا ما هو كده بالطريقه دي هيطلع ايه؟ مش هيطلع حاجه يعني، مش هيرضى يطلع اي تقرير فني. لكن في كل الاحوال يا كابتن ناصر انت علقت مثلا على الكابتن حسام عزب حجاج، عمرو عبد الرحيم، محمود الدسوقي، هل المعايير ما تنطبقش عليهم ان هم يكونوا موجودين في القائمه الدوليه للفار؟ هقول لك على مفاجاه ثانيه، محمود الدسوقي رقم 6، انا لو تسالني طبقا للمباراه محمود الدسوقي المفروض يتحط رقم 4 مش رقم 6. تمام. يعني المفروض محمود ابو الرجال، طارق مجدي، وائل فرحان، محمود دسوقي بامانه بامانه. ولكن محمود دسوقي رقم 6. طب فين محمد الصباح يا كابتن؟ طب فين محمود بسوني من اسكندريه؟ طب فين مثلا على سبيل المثال بنتكلم على الحكام، خلي بالك. بنتكلم فين محمد الحنفي؟ فين عبد العزيز السيد من منطقه الجيزه؟ كل دولت عندهم الامكانيه يخشوا لان هم عندهم خبرات كبيره لعبوا سواء في ميدان اللعب، خلي بالك دي مهمه جدا. حكام دي لعبه يا كابتن امير، حكام في ميدان اللعب ماتشات كتيره. وهو ده الاهم في اختيار حكم الفيديو. لما نيجي نقول حسام عزب حجاج مع احترامي للاسماء وعمرو الشناوي، اعتقد كل واحد فيهم لعب مباراه بالكتير قوي. هو ده اللي انا كنت عايز اسالك عليه يا كابتن، يعني هو دلوقتي مش بيبقى في لائحه بتقول لك ان انت المفروض اخر سنتين تكون لعبت اكتر من 10 مباريات عشان يكون عندك فرصه انك تخش القوائم الدوليه؟ كابتن امير احنا بنتكلم النهارده في 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 قائمه تقنيه الفيديو، الكلام ده في قائمه ال 11 انا معاك. تمام. في قائمه الفيديو هم عندهم لعبوا ماتشات كتير، انا بتكلم هل منهم مين اللي في يعني سواء حسام عزب او عمرو الشناوي لعبوا كام مباراه في ميدان اللعب؟ بالقياس بمحمد الصباحي، بمحمود بسيوني، بعبد العزيز السيد. خلي بالك الناس دي بتلعب بقى لها 4 5 سنين، لعبوا ماتشات كتيره في ميدان اللعب كحكام صفاره، لما النهارده انا احط حكم بار اقدر استفيد من خبراته كابتن امير. عكس ما انا اجيب حكم ما لعبش حكم صفاره غير ماتش او ماتشين. انا بقول تاني المجاملات كانت الابرز. عدم توافر شرط مهم جدا وهو التقرير الفني كان الابرز. اتحدى تاني مسؤول لجنه الحكام فيه يطلعوا علينا، وده كان طلب محمد الصباح النهارده كابتن امير، قال لهم كالاتي. قال لهم طلعوا السته والتقرير الفنيه وهاتوا التقرير الفنيه بتاعتي. يعني الصباح النهارده قال لهم انتوا حاطين سته في قائمه الفيديو، طلعوا تقاريرهم الفنيه وهاتوا تقارير الفنيه وشوفوا مين احق بالدخول في القائمه الدوليه. يا جماعه ما تطلبش من حاكم العداله وانت كمسؤول للاسف الشديد لم تطبق العداله بين حكامك. الموسم هذه بدايه خطيره للموسم ده يا كابتن. في بعض الحكام عندهم اعتراض كبير على اختيارات القائمه. في مشاكل، وده اكيد كان هيحصل، واحنا تنبأنا في قناه الاهلي كابتن امير وقلنا طول ما فيش لجنه حكام موجوده. خلي بالك لما تكون لجنه حكام فيها 7 أو 8 اكيد بيبقى الاراء هنا في كل واحد ليه راي، والاختيار هنا بيبقى طبقا للعدد اللي موجود. ولكن ما ينفعش ابدا يا جماعه 2 في لجنه الحكام يختاروا قائمه دوليه قوامها 34 حكم. طبعا سواء كانت حكام 11. طب هنا دور كلاتنبرج ايه يا كابتن؟ يعني دور كلاتنبرج ايه بالظبط؟ ومين اللي بيختار، يعني مين اللي بيختار قائمه الحكام الدوليين دلوقتي في اللجنه يعني؟ وهل اللجنه محتاجه ان هي تتغير كلها؟ يعني برحيل الكابتن عصام عبد الفتاح، محتاجه ان اللجنه كلها كمان ترحل، ولا الامور تمشي ازاي من وجهه نظرك يعني؟ اولا يا كابتن امين مفيش لجنه حكام عشان حضرتك عارف أصل. الموجود حاليا هو الكابتن احمد ابو العيلة والكابتن تامر درهي، وهم الاثنين دولت انا بقول اهو بحملهم مسؤوليه اختيارات القائمه الدوليه، لان كلاتنبرج لا يعلم شيئا ابدا عن الاداريات يا كابتن امير. الراجل ده لسه جاي، ما اعرفش فين الماتشات القديمه وده لعب كام ماتش. انتم يا جماعه انتم موجودين بقالكم سنه كامله. المفروض انتوا بترشحوا الحكام طبقا للتقارير الفنيه، فين التقارير الفنيه؟ انتوا حتى ما طلعتوش اختيارات الحكام على موقع الاتحاد، انتوا حتى ما طلعتوش التقارير الفنيه للحكام عشان نقول ان في عداله وشفافيه في اختيار الحكام،
انتوا اخترتوا الحكام بالمجاملات، وعشان كده في اعتراضات كبيره جدا جدا، وهتشهد الفتره اللي جايه يا كابتن امير اكيد حاجات كثيره من اعتراضات من الحكام اللي تستحق الدخول بامان القائمه الدوليه بدون مجامله لاحد على حساب احد. الحلول ايه من وجهه نظرك اخيرا يعني؟ ان النهارده القائمه بتاعتك، خلينا نتكلم معاك بامانه. وزي ما قلت لك النهارده على سبيل المثال وليس الحصر، وده انا بقول لك ده حصر للنادي الاهلي، محمد الصباحي عندما علم ان هو لم يتم اختياره ذهب النهارده الى اتحاد الكره وجلس مع رئيس الاتحاد وقدم شكوته اللي بيها ان انا تقارير فنيه افضل من اللي موجودين في تقنيه الفيديو ومن حق اخش في تقنيه الفيديو. وبالتالي هو انا في استجابه ان يتم عرض او ان هم يجيبوا تقاريره ويشوفوها تاني ويقارنوها ويعملوا تصحيح للاتحاد الدولي بتصحيح ان هو يكون موجود في قائمه الجوار. هل هيتم الكلام ده؟ هم قالوا له الكلام دوت هيتم الفتره اللي جايه، هنشوف الكلام ده هيتم ولا مش هيتم. ولكن انا في البدايه بلوم مسؤول اللجنه الحكام كابتن امير، لان انا بحط معاييري طبقا لمعايير الاتحاد الدولي، وزي ما قلت لك الاتحاد الدولي طلب معيار مهم جدا خاصة هذا الموسم وهو الكفاءة الفنية. أكيد. تعتبر قبل كل شيء من البدنية من كل شيء الكفاءة الفنية، لم تتوافر الكفاءة الفنية وعنصر مهم في اختيارات القائمة الدولية. بداية موسم يعني المفروض تكون بداية جيدة، ولكن أنا شايف إن يعني السنة دي هتبقى فيه مشاكل جدا، ربنا يستر والأمور تعدي بخير. يا كابتن ناصر انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. الكابتن ناصر عباس الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي كان معانا على الهواء مباشره، وتعليقه على القوائم الدوليه للحكام المصريين وايه الجديد، تخبط جديد داخل الاتحاد المصري للكوره وعلى مختلف المستويات. ادينا بنتابع على مدار الفتره اللي فاتت، تلاقي كلام بيطلع وبيانات بتتسرب من غير اي المام باي لوائح ولا اي عواقب حتى، وفي نفس الوقت بتلاقي مجاملات كبيره قوي قوي في القوائم الدوليه للحكام وعدم تطبيق للمعايير. وده ايه الجديد عندنا؟ هي دي الكوره او هو ده اتحاد الكوره عندنا في مصر للاسف الشديد يعني. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ مش عارف، هنفضل كده لحد امتى؟ والله ما عارف، ما عنديش اجابه بصراحه. خلينا نروح لفصل، بعد الفصل نكمل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، خلينا نشوف ترند الاهلي واخر الاخبار اللي بتتعلق بالنادي من خلال الحسابات الرسميه على السوشيال ميديا، ونبتدي بحساب يلا كوره على تويتر، واللي بيتكلموا على ان خريطه استعدادات الاهلي لمواجهه الاتحاد المنستيري هتكون ماشيه ازاي. قال لك يعني الاهلي نقل معسكره لمدينه نصر لكسر حته الملل، ده صحيح، وكمان لقرب الفريق من ملعب السلام عشان المباريات الوديه، واخرها هتكون يوم الخميس قدام طلائع الجيش، وده اللي احنا قلناه. وقال لك الفريق هيتدرب صباحا في ملاعب النادي مدينه نصر. برضو هنا بصراحه بياكدوا يعني دي حاجه يعني مهمه قوي، بياكدوا ان الموضوع ان الفرقه تروح مدينه نصر ده مش شكوى من ارضيه ملعب مختار التتش، لا ده عشان القرب من فندق الاقامه، نفس الكلام اللي احنا بنقوله. أردف كمان إن معسكر الفريق المغلق سينتهي مع مواجهة طلائع الجيش يوم الخميس. يعني كل التوضيحات دي احنا قلناها لحضراتكم، لكن أنا أحب دايما يكون برضو الناس بتقول الحقيقة إيه بالظبط يعني في موضوع نقل تدريبات النادي الأهلي لمدينة نصر، لأن في البعض الآخر قال لك أصل الأرضية بتاعت التتش وكلام من ده. احنا وضحنا الجزئية دي، وبرضو حاجة تحسب ليلا كورة بيتكلموا طبعا بشكل واضح جدا في القصة دي. طيب اليوم السابع سمع على تويتر بيقول لك كولر يطلب من سامي قمصان تقريرا عن مشاركات لاعبي الاهلي الدوليين، ده طبيعي وانت عندك عدد من اللاعبين الدوليين سواء مع المنتخب التونسي معلول، المنتخب المالي ديانج، منتخبنا الوطني الاول عدد من اللاعبين المميزين، وايضا في منتخبنا الاولمبي، فانت اكيد بتتابعهم اول باول، بتشوف التقرير اللي بتتعلق بكل لاعب فيهم خلال الفتره الحاليه وفتره التوقف الدولي. كمان في الجول بيتكلموا على تصريحات المدير الفني للاتحاد المنستيري، وقال لك اللاعب الذي اخشاه من الاهلي ربما الفريق كله. طبعا داركو نوفيتش ده المدير الفني السابق للفريق الجزائري اللي قابلناه في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت، هو يمكن خاص بالذكر يعني عدد من اللاعبين المميزين، سواء قال لك بقى انا ممكن اتكلم على تاول، شحات، عبد القادر، قفشه، ديانج، معلول، الشناوي، فقال لك تقريبا الفريق كله فريق قوي، والراجل بيحترم جدا النادي الاهلي بشكل طبيعي، واكيد النادي الاهلي طبعا بيحترم جدا جدا فريق الاتحاد المنستيري في هذه المواجهه الصعبه. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نكمل.
طيب خلينا نكمل ترند الاهلي وابرز الامور بتتعلق بالفريق، ونبتدي او نكمل بسبورت 360 واللي بيتكلموا على ان برونو سافيو من الظهور الاول بقميص الاهلي، نشروا عدد من اللقطات للاعب، واكيد عنصر مهم جدا برونو سافيو، نتمنى له يا رب كل التوفيق، لاعب جيد بس هنتاكد من كده في الملعب ان شاء الله لما الناس كلها تتفرج عليه، فاهم حاجه يكون موفق ومركز بشكل كبير جدا، وصفقه جديده من الصفقات المهمه بالنسبه للنادي الاهلي. هنا كمان ممكن تركيز شويه مع برونو سافيو والاهرام اللي حسابه على تويتر بيقول لك تفاصيل جلسه كولر مع برونو سافيو في الاهلي، وانا بشوف ان ده خبر استنتاجي، لان هم مثلا الفتره اللي فاتت ناس تتكلم على ايقاف اللاعب واصله بيعترض على الحكام بشكل كبير ومبالغ فيه، فقال لك ده اكيد بقى كولر هيعقد معاه جلسه عشان يقول له خلي بالك من الحاجات اللي زي دي ربما، لكن كخبر مؤكد لا مفيش اي جلسه حصلت بشكل معلن يعني، او يعني كمعلومه مؤكده مفيش حاجه حصلت من خلال كولر مع برونو سافيو. طيب كمان من ضمن الاخبار اللي برده مش رسميه على الاطلاق، المصري الرياضي وحسابه على تويتر، الاهلي يمدد عقد ياسر ابراهيم 3 سنوات، وبيتكلموا على التفاصيل. الاهلي لم يعلن حتى الان عن تجديد التعاقد مع ياسر ابراهيم، لكن طبعا مدافع كبير جدا ومهم ومدافع دولي ومن ابرز المدافعين في الكره المصريه، ممكن يكون في خطه للتجديد او كلام بخصوص التجديد، لكن على المستوى الرسمي لحد دلوقتي مفيش اي حاجه بتخص تجديد اي لاعب من اللاعبين داخل النادي الاهلي، ودي رؤيه اكيد بتتعلق بالمسؤولين داخل النادي وكل حاجه في توقيتها المناسب. المشاركات نبتدي بيها، وفي راي حضراتكم مين المهاجم الاساسي للنادي الاهلي في الموسم الجديد، تتوقعوا مين؟ نبتدي بالشناوي اللي قال لو على نفس فلسفه الراجل مع بازل هيبقى حسام حسن، هو عايز رقم 9 لاغراض كتيره زي الاجاده في ترجمه العرضيات وقدراته على الحفاظ على الكرات العاليه، فاقرب حد ليه هو حسام حسن وجهه نظر الشناوي. خلينا ناخد وجهه نظر اخرى، اتوقع اخر، كريم الجداوي قال لك محمد شريف لو جاب مستواه وطور اللعب بالراس مفيش حد هيلعب عليه. يعني دول ابرز تعليقين معانا بشكل سريع على سؤال حلقه النهارده، دي كمان كانت حلقتنا من الترند، ليس لدينا المزيد، وان شاء الله باذن الله في حلقات اخرى يكون كل جديد من نفس البرنامج، فاستنونا الى اللقاء.